صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن كل كلمة في القرآن وردت قتل هي بمعنى لعن؟ ليش؟ هل يصح القول بأن كل كلمة وردت في القرآن بلفظ قتل هي بمعنى لعن؟ أي تفسر بهذا، نعم تفسر بهذا. وعلى كل حال هي دعاء، هي دعاء ووعيد، هي دعاء ووعيد من الله سبحانه وتعالى. نعم.